مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء من قناة النبأ الإخبارية. عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه تجاه الأوضاع الإنسانية في ليبيا وبالأخص ما تشهده مدينة درنة. ودعا المجلس في كلمة تلاها رئيس الجلسة المندوب الروسي دعا الأطراف المتصارعة إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية. وناشد المجلس دعم التوجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس قاعدة دستورية للانتخابات وفقا لما جاء في إعلان باريس، وذلك إلى جانب احترام النتائج التي تأتي بها الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر من هذا العام. قال مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني إن من يحاصرون درنة ليس جنود مجرم الحرب حفتر فقط، بل من رضي بذلك وسكت عنه من المسؤولين والعامة. فضيلة المفتي دعا الناس للخروج إلى الميادين لاستنكار القتل الذي يحدث ولا ينتظر حلولا من سفراء الدول الأجنبية. وأكد مفتي الديار أن الحرب التي تشن ضد مدينة درنة هي محاولة لإذلال المدينة ولإخضاعها للظلمة ولإبعادها عن شرع الله، ومطالبا الليبيين بجمع التبرعات وإخراج زكاة الفطر لدعم أطفال المدينة ونسائها. أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم شن غارة جوية بالقرب من بني وليد وأسفرت عن مقتل 4 عناصر من تنظيم الدولة وبالتنسيق مع الحكومة المقترحة. هذا وأفاد مدير المكتب الإعلامي لمستشفى بني وليد حاتم التويجر بوصول 4 قتلى للمستشفى جراء انفجار سيارتهم بمنطقة الشميخ جنوبي المدينة. وإلى ذلك ذكر مصدر أمني من بني وليد لقناة النبأ أن شهود عيان أكدوا أن طيران استهدف السيارة، ومضيفا بأن من بين القتلى 4 عبد العاطي شتاوي أحد عناصر تنظيم الدولة في سرت. أعلنت وزارة المالية بالحكومة المقترحة وجود 540 مليون دينار كفائض في الإيرادات المفترض تحصيلها خلال الفترة ما بين الأول من يناير وحتى 31 من مايو من العام الجاري. وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أن حجم الإيرادات المحققة بلغت قرابة 18 مليار دينار وربع المليار، بينما بلغ حجم الإنفاق الفعلي والارتباطات المصاحبة له أقل من 18 مليار دينار بفارق 540 مليون دينار. شكرا لكم على المتابعة ودمتم في أمان الله.